اليوم نحكي على كارثة الشارع في تونس، اليوم نحكي على الكارثة اللي موجودة فيها المؤسسات التربوية، نحكي على المخدرات، نحكي على صغيراتنا اللي أدمنوا السموم. اليوم فما أرقام تفجع، أرقام تأسف على أولادنا اللي يستهلكوا في الزطلة، اللي يستهلكوا في الأقراص المخدرة وغيرها. قديش عندك من بنية يا مدام؟ عندي أربعة. أربعة بنات؟ أربعة. ليه؟ أربعة بنات شنو صار لهم؟ الأربعة دخلوا في دمي المخدرات. الأربعة؟ الأربعة. ليه؟ كيفاش؟ مانيش فاهمة كيفاش، أنا بيدي مانيش فاهمة كيفاش. ما من المدرسة؟ هو بدا من الكوليج شيء، بدا من الكوليج هم. بداو يستهلكوا في الكوليج، تقرا بنية؟ ايه. تلقى الأقراص المخدرة في المدرسة؟ في المدرسة، في الكوليج. ليه؟ من بعد شو صار لهم؟ من بعد بشوي ولوا تبعوا بعضهم ولوا هربولي من الدار. وينهم تو؟ تو اشتروا في الشارع، واحدة في الشارع والاخرين في الإصلاحية. بيه هي الموضوع مادام احنا باش نستحفظوا بالكوردونين تاعك ونغطيوا لك وجهك، نشوفوا مع الوزارات المعنية علاش بناتك كي ادمنوا المخدرات ما تداووش، ما فماش سنتر، ما فماش شكون يتكفل، شنو بالضبط؟ انا ما نعرفش وين نمشي، ما نعرفش. الحاكم قال لي ما عندي ما نعمل لهم صغار، ما عندي، ما همش مجال، ما هم باش نهزهم الاصلاحيه ولا حبيت من الاول معناها نحطهم في الاصلاحيه. ما نجمتش نشدهم، انا كل مره يهربوا لي، يجيبهم من الحاكم منا يهربوا منا، ما نجمتش نشد. قديش عمارهم بنيت؟ بدو من 13 سنه يستهلكوا في المخدرات. ايه. دو بالزات لهم بعد هربوا من الدار ولت حرابش ولت غبرات او جمنا واحدة. سمحني، فما شكون يغرر بيهم؟ فما شكون يحتضن فيهم؟ اي عصابات في كل بلاصة، وين يمشوا يلقوا يلقوني يتخبوا يلقوني يقعدوا. بيه اللي تدخل الاصلاحية كيفاش تهرب؟ ليه في الاصلاحية والمرة هم تو دخلوا ما هربوش من الإصلاحية، قاعدين في الإصلاحية. بيه أنا نحب منك أنت العائلات اللي طراف الشيء ذي ترد بيها على صغارها باش يكون درس. اش تنصح العائلات؟ نصحهم يردوا بيهم على صغار. ردوا بالهم على صغارهم. انا رديت بالي انا مثلا انا وصلت نقعد قدام الكوليج من الصباح لليل، الشاي الداخل معناها ماهوش معناتها يعطيهم في وسط الساحه نتاع المدرسه. في وسط الساحه الداخل، في التواليتات، في الساحه الداخل. بيه المراه هذه انا شديت الصحيح باش نعملها حوار، علاش؟ لانه آفه المخدرات المنتشره في المؤسسات التربوية رهيبة. آفة المخدرات تاكل في الشباب نتاعنا، المرأة عندها أربعة صغيرات ضاعوا. زعمة شنو الحل؟ شكون ينجم يعمل لهم حل؟ وزارة المرأة والطفولة مشيت ليش؟ دخلت وزارة المرأة آخر مرة كلمتها المديرة نتاع السنتر نتاع حي الخضرة ودخلت، وهما ما حبوش يمشوا يعالجوا. يسأل اللي يتفرج بوهم وين؟ والله ذاك السؤال انا ما لقيتلوش جواب، ذاك خاطر احنا معناها دابنا داب احنا ما كنت ليه يا بيهم ما خليتهمش، ما فهمتش كيفاش شنو اللي صار، ثم حاجه اخرى مانيش فهمتها شنو. شنو نطلبوا من المسؤولين نتاع الدولة؟ شنو تحب تتكلم؟ شنو تقول لهم؟ نطلب يعاونوني، نحب نداوي بناتي، نحب نرجع بناتي، العيلة كاملة تفرطنا، كل واحد في شيرة، بوهم تجلط. الكبيرة قلت لي وينها؟
الكبيرة تعبة نفسانيا على الاخر، تعبة في الدار، هي ما عادش عندها ذاكرة اصلا، ما كل شيء تنسى، مخدرات من عمرها 13 سنة 7 سنين وتستهلك. واللي من بعد؟ اللي من بعدها في الشارع ما نجمتش نتحكم فيها، هذيك قالت لي ما نجمش نعيش بلا جدوى. تستهلك؟ تستهلك. والثالثة؟ الثالثة حطيتها أنا، مشيت عملت بها عريضة متاع عقوق وحطيتها في الإصلاحية. ماش والرابعة؟ ماش منجمتها، كسرت لي الدار الكل دقدقتها لي. شنو هي؟ الدار الكل دقدقتها عندي. كسرت لك دارك؟ إيه. الدار الكل الشباب الكل كسرتهم. شكون قعد لك في الدار؟ ما قعد لي حد، وحدي. كيفاش عايشة توا أنت؟ أنا توا عايشة مع أمي، خرجت من الدار ما عادش حملتها الدار. عايشة مع أمي، أمي مرضت صدمة. هو المأساة بالحق والدرس لكل العائلات، للاهتمام بالأطفال، للاهتمام بالتلمذة، بالاهتمام بالمؤسسات التربوية، لأنه هكم شفتوا شو النتيجة نتاع سنوات من الإهمال للمؤسسات التربوية وترك المحيط نتاعها هامل. الذيوبة تجار السموم يدخلوا حتى المدارس، حتى المعاهد، وصغيراتنا وليداتنا يدمنوا المخدرات، يدخلوا في سيركوي خايبة ياسر. المرأة عندها 4 بنيات نوارات، ولا واحدة فيهم لقاتها بعدها في الدار، كلهم أصبحوا مدمنين، كلهم أصبحوا يسكنوا في الشارع للأسف، وعائلة كاملة انهارت مسؤولية من؟ أنا بالحق موجوع، لأني الحالة نتاعك عرفتها وسمعتها وسمعت الكوليس نتاعها. ربما فما شكون من مسؤولين في الدولة اللي نجموا يتدخلوا، وإلا فما ولاد حلال اللي نجموا يداويلوا كبنياتك ويقربوا لهم ويرجعوهم للعيلة، لأنهم مازالوا صغيرات وينجموا يتصلحوا. نتمنى ابنتي يتعالجوا، إن أذيك أمنيتي في الدنيا، ما عادش حالي لي شيء في الدنيا. بناتي من اللي كانوا ضحايا بشي ولا مجرمين توا. علاش من ضحايا ولاو مجرمين؟ غروا بهم للمخدرات ولا هما يبيعوا يتاجروا؟ مش عدواش لحبس يا محمد، مش تكلمين. قل لي شنو هي المشكلة؟ فما شكون مسيطر عليهم؟ فما ولاد هزوا بناتك؟ فما شكون تعدى عليهم؟ فما شكون اغتصبهم؟ اغتصبوهم، ما خلوا ما عملوا فيهم، حطمونا عيلة كاملة، عيلة كاملة تحطمنا. ملقوش شكون يدافع عليهم؟ ملقوش شكون ياخذ لهم حقهم؟ ملقوش. نتي حقهم ضاع. من وقتاش بتخدش عندك من عام وانت فرد مشكلة هذي؟ عندي 7 سنين. 7 سنين تعاني؟ 7 سنين. شو الحل؟ الحل عند المسؤولين، الحل عند الدولة، المؤسسات التربوية ان تركت مفتوحة للذئاب البشرية اكيد النتيجة تكون كما المرأة هذية وصغيراتها ضاعوا مدمنين للمخدرات، ضايعين في الشارع وتعديوا عليهم بشتى الطرق الكارثية للأسف. وإن شاء الله العائلات الكل تتعظ، ومدام معتها إن شاء الله نلقاو حل. مسؤول يتفرج يتدخل، وإلا يلقى لهم كيفاش يداويهم. أمنيتي بناتي يتعالجوا ويرجعوا يتلموا كما كانوا، تحطموا من نواحي الكل. ما عادش بنتي توا مخها ضاع، ما عادش عندها ذاكرة جملة.
عايشة هكاك بالدنيا.